من جانبهم دعا السياسيون من مختلف مكونات كركوك إلى أن تكون الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي ممثلة لجميع الأطراف والمكونات وتلبي مطالبها وتحقق تطلعاتها. وأعرب سياسيو كركوك عن أملهم في أن تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من النيب نفسها عن الأخطاء الماضية وعدم تكرارها، مؤكدين بأن سر نجاح حكومة العبادي يكمن في احتواء جميع المكونات العراقية وتلبية مطالبها دون تمييز لتحقيق العدالة. بعد ولادة عسيرة وأشبه بعملية قيصرية كما تسمى ورفض من هنا وهناك، نالت الحكومة العراقية الثقة من مجلس النواب العراقي وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة مع عدة وزارات كسابقتها، الأمر الذي دعا أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك بأن يقول أن الذي حدث يوم أمس في منح الثقة للحكومة أشبه بالسيناريو، لأن الأوضاع في العراق لم تعد تحتمل الانتظار. تشكيل الحكومة والتي أعلن عنها يوم أمس أقل ما يقول عنها بأنها حدث في وضع استثنائي، يعني الكل كان يعلم بأنه التفاوضات والمحادثات التي جرت بين الأطراف كانت تتسم أولا بالسرية وثانيا بتوافقات، يعني حتى كانت غير معلومة لأعضاء أحزابها كما لاحظنا يوم أمس. لكن بما أن العراق يمر بوضع استثنائي والبلد في حالة حرب، وأيضا هناك ارتباط وثيق بين ما يحدث في المنطقة بشكل عام من تحذيرات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها للتحذير لشن هجمات ضد داعش والتي قد تغير خارطة المنطقة أيضا، فكان يعني من المفروض أن تشكل الحكومة. الذي حدث يعني كان أشبه إلى سيناريو تشكيل حكومة. عضو مجلس محافظة كركوك أكد أن الثقل الكردي في الحكومة العراقية الجديدة يستند على العديد من المعطيات والوقائع، أبرزها الدعم الدولي الذي هب لدعم الكرد وإقليم كردستان في سابقة لم تتكرر حتى مع دول مهمة. منصب رئيس الجمهورية تعاد الحقائب الوزارية، منصب نائب رئيس الوزراء تعاد الحقائب الوزارية، يعني أنا في رأيي بأنه حتى مسألة التواجد الكردي القوي، يعني هسه إذا ننظر إلى الخارطة على الأرض نرى بأنه الموقع الكردي التفاوضي والحقيقي أقوى من الموقف السنة، يعني الأكراد يتمتعون بمنطقة كبيرة من التواجد الفعلي اللي بعد ما سيطروا عليه نتيجة حرب مع داعش ووضع على ثروات وطنية كثيرة. سياسيون من مختلف القوميات بكركوك أعربوا عن إحباطهم وتفاجئهم بالتشكيلة الحكومية التي نالت الثقة ليلة أمس، معربين عن تخوفهم من إعادة سيناريو الحكومة السابقة بالمضي في حكومة بالوكالة حسب قولهم، والتخوف من انتهاج نفس السياسة القديمة حيث أنها أقصت مكونات أخرى كالتركمان والمسيحيين. يوم أمس نحن راودنا الإحباط، يعني محبطين بسبب عدم يعني تشكيل الحكومة بشكل كامل ومنقوصة، وهذا التكرار، هذا نفس التكرار ل2010، هذا الأمر يقلقنا جدا. مثل ما تفضلوا الأخوة في التحالف أنه أعطوا مهلة 3 أشهر، هي هذه كافية لتجربة هذه الحكومة. نحن نرغب أن تكون حكومة تغيير وحكومة استجابة. التغييرات لم تكن بالوجوه وإنما أنه المناصب فقط، فأكثر معظم المسؤولين هم كانوا في مجلس النواب أو في وزارات أخرى سوى تغيير المناصب، وكذلك هناك مناصب شاغرة لم تكمل منذ العام، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هناك وزارات أخرى، وكذلك جرى تهميش بعض المكونات من استحقاقهم القومي مثل التركمان وكذلك الأخوة المسيحيين. الحكومة العراقية تم تشكيلها ونالت الثقة من 177 نائبا في البرلمان العراقي، وحسب المراقبين أن الأوجه لم تتغير غير المناصب، آملين بأن يكون التغيير في منهاجها وسياساتها كي لا تصاب بالشلل كسابقتها. هلغورت حسن، فضائية كركوك.